السلام عليكم. هالمرة رجعت لكم بتسريب للايفون 12 من داخل شركة ابل. الايفون هالمرة رح يجي لهي السنة باربع اجهزة عوضا عن ثلاثة مثل ما شفنا بالسنة الماضية. ابل عم تحاول هالسنة انها ترجع للايفون 5 و 5S مع الايفون اللي بتميز بالحواف الحادة، واخيرا رح نشوف تصميم جديد للايفون. واهم ما يميز هذا الهاتف اضافة مكان للشحن في الجانب الايمن للهاتف، وذلك مثل ما شفناه بالايباد برو هاي السنة لشحن القلم. ولكن صراحة بستبعد انه شركة ابل تضيف القلم للايفون، وبالتالي غالبا رح يكون اسلوب جديد لشحن الايفون. طبعا ايضا الايفون رح يجي بالوان جديدة ومنها اللون الازرق اللي رح تضيفه شركة ابل هاي السنة، مثل ما ساويت بالسنة الماضية عندما أضافت اللون الأخضر. أما الميزة الثانية اللي عم نشوفها بالآيفون 12 واللي هي تقليص حجم النوتش. طبعا للأسف كنا نتمنى أنه نتخلص من النوتش بشكل كلي. ومن الإضافات الجديدة بالآيفون 12 هي مثل ما شايفين بمقطع الفيديو وجود عدسة رابعة. هاي العدسة الرابعة مهمتها دعم الواقع المعزز. ومن أهم الأمور اللي عم تستعد أبل لحتى تطلقها بالآيفون 12 هو زيادة معدل تردد الشاشة ليصير 120 هرتز. طبعا شركة أبل رح يكون مزودة جهازها الجديد بال 2020 بأحدث معالج واللي هو البايونيك أي فيوتون. وبالنهاية بتمنى يكون عجبكم الفيديو، وإذا عجبكم بتمنى تضغطوا زر اللايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل شيء جديد. والسلام عليكم.